إلى الأخبار الرياضية، نقرأ هذه المقالة عن البطولة العربية التي اختتمت قبل أيام من صحيفة الأيام البحرينية بعنوان بطولة بطلها حكم، الأندية العربية إلى الأمام حسب ما يرى الكاتب حسين الذكر. يقول الكاتب: لا تخلو بطولة رياضية تستبطن التنافس والجماهيرية من حدوث أخطاء هنا وهناك، لا تشكل جوهرا هدفيا للبطولة أو الأساس الأول لتقييمها في ميزان الحسنات والسيئات، لأن أغلب البطولات خاصة ما يتعلق في باكورة الانطلاقات فيها تتعرض لجملة من التحديات التي تجعل من المطبات مهما تنوعت ذات مردودات طبيعية. فتحت عنوان حداثة التجربة يقول إن البطولة العربية تعد انطلاقة جديدة بنسختها وحلتها الجديدة في مصر، نقطة تحول في نشاط وإحياء الاتحاد العربي لكرة القدم الذي تلكأ لسنوات عديدة، ها هو ينشط من جديد عبر هذه الانطلاقة التي يقول الكاتب إنها مباركة. يأمل كذلك أن تستمر بشكل منتظم مع انطلاق بطولة جديدة للمنتخبات جنبا إلى جنب، وربما بطولات أخرى للفئات العمرية المختلفة لأهداف كبرى لا تحصر فقط في الإطار الفني، إذ أن الأهداف الأخرى تعد الأهم من وجهة نظره، من خلال عطش عربي للانفتاح واللقاء والمحبة والتعاون، فضلا عما تحمله هذه البطولات من روح تنافسية وتطوير رياضي ومنشآتي وشبابي وعلى مستوى العلاقات والملفات، وهناك فوائد أخرى متعددة فضلا عن الفائدة الفنية الكبرى المرجوة بشكل مؤكد. إنما حدث من اعتداء مخزن على حكم مباراة النهائي إبراهيم نور الدين في واحدة من الدروس التي تثبت تجاوز الحدود الأدبية والأخلاقية للروح المثالية الرياضية المتعدى عليها بصورة مخدشة، جاهلة أو مستغلة أو متناسية روح القانون وقنوات الردع الكافية للحد من هذه الظواهر. هنا لا نعني أن البطولة بلا أخطاء، لكنها أخطاء طبيعية في عالم كرة القدم حسب ما رآها الكاتب، فضلا عن كون البطولة العربية وروحها وأهدافها المفترضة لا تحصر بمعايير الفوز والخسارة، كما أن التعبير والاحتجاج بصورة تعدت كل السبل، وكان بإمكان الحكم أن ينهي المباراة بصلاحياته في أول تجاوز، لكنه آثر تحمل كل هذه الفضائح حسب تعبير الكاتب، والتي تصدى لها برجولة وضمير عربي ناصع بهدف إنجاح هذه البطولة والمحافظة على شرف عنوانها وإدارتها وضيافتها.